هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين ومبسوطين. المرة دي أول فيديو بوشي عشان في ناس كتير سألتني المرة فاتت ليه مش بتعملي فيديوز عادية، ليه بس ليه مش باينة. مش عارفة، عشان مش عارفة بتكسف يمكن، أو علشان في الأول في الآخر ده الإنترنت، يعني مش عايزة وشي يبقى في كل مكان كده. بس النهاردة قلت أجرب أعمل فيديو وإن شاء الله يعجبكم. ولو حسيت اني اتكسفت بعد كده ممكن امسحه عادي يعني. النهارده الفيديو هيبقى عن الحاجات اللي في شنطه ايدي للسفر. عشان الصيف جه وكده، اكيد كل الناس او يعني مش معظم الناس ما هتسافر، او مش شرط بطياره او من غير طياره او بعربيه او باي حاجه يعني. هوريكم الحاجات اللي بتبقى دايما في شنطه ايدي وانا مسافره. انا المره دي مسافره لرحله مدتها قصيره، يعني اقل من ساعتين، فمش محتاجه حاجات كتير معايا في الشنطه. فممكن ناس تفتكر دي معاها حاجات، دي ناقصها حاجات، او في ناس تفتكر لا دي معاها حاجات كتير قوي. مش عارفه، دي غالبا الحاجات اللي بتبقى معايا في شنطتي وانا مش رايحه مكان اول مره اروحه، فلو نسيت حاجه اقدر اجيب اي حاجه من هناك. فانا حضرتها وقلت اوريها لكم. هي دي الشنطة اللي دايما بسافر بيها، أكيد كلكم عارفينها. دي مش فاكرة أسامي الأحجام، بس دي أعتقد الميديم أو الحجم الوسط. دي دايما بستخدمها في السفر، هي ممكن تتمسك عادي بس بحسها كبيرة شوية، بس ساعات بمسكها، بس مخليها أكتر الوقت للسفر. هي بإيدين صغيرين معهاش إيد طويلة، وبتستحمل، يعني بتاخد حاجات كتير، وعشان هي اصلا من جوه ما فيهاش جيوب او اي حاجه، هي فيها جيب واحد صغير هنا بس، هي من جوه بتلم حاجات كتير. فيها سوسته، بس انا في اغلب الوقت بخلي السوسته مفتوحه. سوري لو مش بصلكوا، بس اول مره اصور بوشي مش عارفه ابص فين. انا اغلبيه الوقت السوسته بتبقى مفتوحه، لاني ببقى حاطه كمان اللابتوب، واللابتوب شويه كبير عليها فبيبقى طالع من فوق. انا ابتدي اوريكم اللي موجود في شنطتي. اول حاجه ده كتاب عشان اقراه لو زهقت وانا على الطياره او كده. ده بتاع احمد مراد، اسمه ارض الاله، جايباه بقالي شويه بس ما قريتوش، فقلت ماخده ممكن اقراه على الطياره لو زهقت. وغالبا بجيب من المطار مجله او كده عشان اقل فيها لو ماليش مزاج اقرا، او عشان بدوخ شويه لما بقرا في الطياره، فلو دخت افتح لو دخت افتح المجله واقرا فيها. بعد كده اهم حاجه دي انا كنت جايباها من محل في مصر اسمه سامي امين. بجد المحل ده اكتر محل بحبه في الحياه. ممكن اجيب كل الشنط اللي عنده عادي، بحب حاجته جدا. هي حاجته جلد حقيقي، بتستحمل كتير جدا، يعني دي بقى لها اكتر من 6 سنين وكل ما اسافر بتبقى معايا. حاجته كفايه انها ميد، يعني صنعت في مصر يعني، وجلدها حقيقي وبيبقى فيها نحاس كمان. والديزاينز بتاعتها مختلفة عن اي حاجة تانية، يعني يونيك، مش هتلاقيها في اي حته، هي عنده هو بس. عنده اكسسوارز وشنط وحاجات يعني ديكور للبيت وكده. فاتح في الزمالك، مصر الجديده في واحد، وفي سيتي ستورز في محل صغير كده في خان الخليلي. دي بتاعت الباسبورت او اللي بيتحط فيها جواز السفر، دي دايما معايا في كل حتة، فيها جواز السفر هنا وبحط فيها التيكت كده واقفلها عليها. وفيها كل حاجة، يعني حتى هتلاقوا فيها حاجات من سفريات قبل كده، دايما بتبقى معايا وانا مسافرة. وبنسى ارمي البولينج باس والحاجات دي. بحط فيها الفلوس والباسبورت اسمها ايه، التيكت بتاعت السفر. او كمان بحط فيها في حاجه، في ده الكارد هولدر بتاعي فيه كل الكروت المهمه.
بحطه دايما جواها عشان لو خارجة بشنطة صغيرة وانا مسافرة اطلعه من جواها واخده. هي كبيرة وفيها جيوب كتير وبتاخد مليون حاجة، حتى ممكن تحط فيها قلم هنا. فبجد بحس ان دي اللي بتنقذ حياتي في السفر، فيها هنا جيب للكوينز وجيب للكروت بجد تحفة. عنده منها ألوان كتير قوي، عنده أحمر بني أسود. بعد كده في الشنطة دي دي أجندة أو نوت باد عشان لو عايزة أكتب حاجة أو حاجة عايزة أشتريها أو أكتب عنوان حاجة أو أي حاجة، يبقى معايا ورقة وقلم دايما. بس هي نوت عادية مفيهاش أي حاجة. دايما 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 وانا مسافرة لازم لبان في الطيارة، لو ما اكلتش لبان واحنا بنطلع او واحنا بننزل بتعذب بجد، بحس ان راسي هتنفجر. لبان او بونبوني او اي حاجة افضل اكلها واحنا بنطلع وبننزل علشان الضغط والودان والحاجات دي كلها، فلازم انواع لبان. بعد كده في الشنطة سماعات، دي سماعات الموبايل عشان الدوشة. بعد كده في نضارة الشمس، باخد الجراب القوي، هي جواها الجراب السوفت ده، دي نضارتي مش عارفة تعجبكم ولا ايه. علشان بخاف يحصل لها حاجة في الشنطة أو كده باخدها في الجراب الجانب ده، ولو واخدة شنطة صغيرة باخد الجراب السوفت أحطها فيها وأنزل. آخر حاجة في الشنطة دي أنتقل الشنطة وعاملة كل المشاكل، دي شنطة الميك اب. أنا باخد الميك اب معايا في شنطة ايدي عشان بخاف أحطه في الشنطة الكبيرة، متسألنيش ليه. في حاجات الأحجام بتاعتها ما تسمحش إن انتي تاخديها على الطيارة، سوري لو بصت في الأرض مش عارفة أبص للكاميرا، ممكن تكرهوني وتكرهوا الفيديو، بس يعني بحاول. دي شنطة الميك اب زي ما قلتلكو. في أحجام ما ينفعش أخدها على الطيارة، بس أنا عشان الرحلة بتاعتي قصيرة ومش بيدققوا قوي يعني، ف واخدة الحاجات عادي، ممكن لو حجمها كبير أو كبير شوية مش بيدققوا، بس مش واخدة حاجة 100 ملي يعني، بس حاطة الحاجات الأحجام العادية. أولا أنا أخدت دي علشان طرية، هي قماشتها زي فوطة وشكلها حلو، عجبني البومبوم ده. وطرية يعني ممكن تتفعص كده عادي ما يحصلهاش حاجة، احسن من الميك اب باجز الجامدين دول، بحس ان هما بيكلكعوا الشنطة ومبيخلكوش تعرفي تلاقي الحاجات في الشنطة بسهولة. انا برضو مش باصة للكاميرا، بس معلش سوري سامحوني. ان شاء الله الفيديو الجاي هبص للكاميرا لو عجبكم الفيديو ده يعني. اول حاجة هي الديودرنت او مزيل رائحة العرق، ده دايما بيبقى معايا في شنطة ايدي وانا مسافرة عشان بحس لو حصل اي مشكلة وشنطة الكبيرة ضاعت وهو في الشنطة الكبيرة مش هقدر اعيش. اللي دايما بيبقى معايا على طول في شنطة الايد وانا مسافرة. بعد كده في كريم للايدين، ده كريم من صيدلية اسمه اي ديرما، عادي مش حلو ولا وحش يعني، هو بس صغير شوية عشان كده حطيته في الشنطة، بس هو كريم عادي جدا. بعد كده في قلم عشان لازم يبقى معاكي قلم لو احتجت املى اي حاجة، احسن يبقى معايا قلم بدل ما تدور على قلم واسأل ممكن قلم الاحراج ده، فدايما يبقى معايا قلم في الشنطة. الروجات، خلي الروجات للآخر لأن هو تقريبا فيها كمية رهيبة. معايا الفاونديشن ده لسه جايباه من قريب اللي هو لوريال تشو ماتش، جربته حلو قوي مع اني بشرتي دهنية،
بس من التكييف وكده بتنشف شوية، بس هي دهنية جدا، بس لما بحطه بجد ناعم وحلو جدا وبيدي جلو حلو قوي. انا حطها دلوقتي، حاجة وقعت. بقول لكم ايه، انا حطاه دلوقتي، مش عارفه شكله عجبكم ولا ايه، بس هو عاجبني انا عليا. الدرجه بتاعته جولدن بيج، رقمه 3 اعتقد، يعني مش عارفه هيبان ولا مش هيبان، متهيأليش هيبان، بس هو اسمه جولدن بيج. بحسه ناعم قوي، والكفرج بتاعته حلوة، يعني مش قوية قوي ومش قليلة، يعني ميديم. ممكن تحطي منه كذا طبقة عادي، وفي SPF 17، يعني في شوية واقي شمس حلوين كده. بس معايا واقي الشمس العادي بتاع لا روش بوزي، ده اللي هو فيه تنت، يعني فيه لون خفيف كده، احلى من اللي ما فيهوش، لان ما فيهوش، في ناس بتقول ان هو مش بيسيب الابيض ده، بس انا بحسه بيسيب الابيض وبيضايقني، فبحس ده لو ماليش مزاج احط فاونديشن ونازله في الشمس احط ده بسرعه كده وخلاص. هو ده فلويد علشان البشره الدهنيه، و SPF 50. بعد كده في دي من نارس، هي باليت صغنطوطة فيها بلاشر وبرونزر، ده البلاشر وده البرونزر، دول بس اللي واخداهم معايا، مش محتاجة أي بلاشر تاني. ومعايا كريم للوش من كلينيك، دايما عندي، بس هو ما بحسوش خارق، يعني بحسه كريم عادي برضو، يعني في ناس كتير قوي بتشكر فيه البشرة الدهنية، بس انا بحسه عادي، لا حلو ولا وحش، يعني مش بيخلي البشرة مش دهنية، بالعكس بعد شوية بحس انها في بتلمع، ولا بينشفها يعني، بس عشان الترطيب وعشان حجم صغير. مش واخدة باليت كبيرة، واخدة بس اي شادو واحد، عشان انا مش بحط اي شادو كل يوم، يعني بس ممكن احط اي لاينر، بس مش بحط اي شادو. ده من ميبيلين، اسمه كولر تاتو 24 hours، لونه بيرمننت توب، لونه كده بين البيج والرمادي، بحس درجته حلوة قوي. هو زي، يعني هو ايه، زي جل، بس لما بتحط ايدك فيه بيسيح شوية، حاجات كلها بتقع ميمي، او زي جل لما بتحط ايدك فيه بيسيح، وبتحطيه على العين، ولونه بيمشي على كل حاجة، عشان كده هو ده الوحيد اللي واخداه معايا. وطبعا طبعا طبعا دي لازم على الطيارة، الانتي بكتيريال او الهاند سانيتايزر. طبعا طيارة 100 واحد قعد على نفس المكان اللي انت قعدت عليه، و100 واحد اكل على نفس التري اللي انت هتاكلي عليها، فلازم ده يبقى معاكي، او على اتليست لازم يبقى معايا انا يعني. بعد كده في ماسكارا، دي من تو فيست، دي اكتر ماسكارا بحبها، انا مش بحط فيك لاشز او رموش، مش بركب رموش، فدي بحسها تأثيرها حلوة قوي، كثف كده رموش. وانا حطاها دلوقتي لو باين، بس بعد كده برضو دي لازم على الطيارة، برفيوم صغنونة علشان كتمة وريحة، او لو انتي خلاص هتنزلي من الطيارة وفي حد مستنيكي، فبحس ممكن دي تنقذك، يعني تحطي كده تعملك ريفرش قبل ما تنزلي تقابلي الناس. دي ميني برفيوم من ديور، بس انا بحب قوي الميني، يعني لما بروح اي مكان والاقي سات فيها مينيز بجيبهم، مع اني مش بستخدمهم دايما يعني، بس هو ممكن دايما تحطيهم في الشنطة احتياطي لو حصل اي حاجة. معايا ماسكارا تانية من كلينيك، دي ميني،
ماسكارا دي عادية يعني، مش بتطول او بتكثف، بس هي عشان سودة بتدي ضايق كده حلو للرموش، وبيبان كأنها طبيعية قوي كأنك مش حاطة اي ماسكارا، بس بترفعهم شوية فبتدي شكل حلو للعين. فلو انا ماليش مزاج احط ماسكارا تقيلة دي بتبقى حلوة، وعشان هي ميني كمان. وده كونسيلر من ميبيلين اسمه فيت مي درجتي 20 و20، حلو قوي يعني، مش بيكلكع وخفيف وبيدي ضي، وسعره كويس قوي، ف بحب ده استخدمه. نيجي بقى للروج، معايا 5000 روج، مش 5000، هم 1 2 3 4 5 5 بس. وليب لاينر، كويس انا واخدة ليب لاينر واحد. ده الليب لاينر بتاعي المفضل من ماك اسمه سبايس. سوري لو صوتي بيروح، مش عارفة حاسة الفيديو ده هيبقى مأساة. ده الليب لاينر من ماك اسمه سبايس. مات ليكويد ليبستيك او مات ليبستيك من NYX او NYX اسمه اسطنبول. ده لونه حلو قوي، بيبي بينك كده، بيبقى شكله حلو قوي. معايا ده برضو مات، تقريبا كل اللي معايا مات، لان دلوقتي بحبش احط غير الليبستيك المات. ده من كات فون دي اسمه ساسباريا تقريبا، لونه موف. وده برضو من كات فون دي ومات اسمه لوليتا، ده اكيد كلكم عارفينه. وده من سيفورا برضو مات، رقمه 1 ولونه احمر. وده اخر حاجة من ديور، ده زي زبدة كاكاو او ليب بالم، بتبقى حسب درجة حرارة الجسم بتغير لونها وبترطب حلو قوي، انصحكم تجيبوها. في منها كذا درجة اعتقد، هي اسمها ليب لو، هي من ديور. وكده خلصنا كل الحاجات اللي في الشنطة. في حاجة ناقصة انا فاكراها دلوقتي، ان انا احط تيشوز او مناديل عشان دايما بحتاجها اكيد. وكده الشنطة فضيت. لو اخدتوا بالكم مش معايا ايلاينر في الميك اب، عشان اكتر ايلاينر بحبه خلص فمحتاجة اجيبه قبل ما اسافر. بس ودي كل الحاجات اللي في شنطتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم وما يكونش طويل، وممكن يا رب تكونوا استفدتوا منه لو حابة صغيرة، وقولولي رأيكم فيه. ولو عايزيني اعمل فيديو زي ترتيبي شنطة السفر الكبيرة قولولي تحت. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير. باي باي.